Asta pe mine, parcă pe șapte, și urmă. Gas. Asta mi se cu pitine. Păi, dar de aia am văzut unde era, pe tămnii, de să mai ia. كل كل ما تفيد طلع بعد بعد صوت يا بيدي مش يا جماعة والله أنا ما بغش فيش حدا أنت بغش بدنا نشوف مع بعض شو رأيكم شوف أوزع أوكي أوزع كمان مرة بلخبط بلخبط وبوزع بلخبط وبوزع بلخبط وبوزع وبالأخير هيطلع ورقص. بحكي لهم صدفة، صدفة يمكن، أنا بجوز صدفة بيطلع لي كات. بس يحكوا لي لخبط كمان مرة، وأنتم احكوا لي ستوب أي مكان. تليفون؟ تليفون ستوب صح؟ بس راح يطلع ورقص. بجوز صدفة يعني الشريك هو اللي لخبط أو حكى لي ستوب. قلت لهم برضو انه انا ما لي دخل باي باي شغله بتصير خلينا نوصل اوكي بدي اطلب من اي واحد ياشر على كرت او واحد منكم ياشر اشر على كرت اي كرت اشر بس المس لمس الكرت هذا تتوقع انه هو الكرت هو الكرت القص تتوقعوا؟ لا من هون لهون بس لما يفتح بطلع القص انا واثق فيك يعني اربعه هاي تصير لك فيها زي هيك واشيلها تمام؟ لا 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 هو لمس كرت هو الشغلات تمام هلا أربعة هاي حكيت له إنها قص قال لي لا مش قص قلت له بس أنا لما أسوي فيها زي هيك تطلع قص شوف الكرت الرابع قصة رابع جزء يطلع جزء يطلع نشوف مع بعض راح أسوي بالشد من وراه بس اسمع ممكن اعد الشده تعال انا بدي اياك تعال تعال بدي العب معك كم لعبه تعال تحط نفسك في مواقف بايخه تعال تعال عدهم قدامك شو رايك اوكي برجع اكثر اوكي أربع كروت اختاروهم عشر أيام أنا ما جربت حدا يختارهم بس كل اللي حسويه إنه حط كروتهم بالشدة جوا الشدة بالنص من غير ما أنا أعرف أنتوا كلكم عارفين شو كروتهم وكل واحد عارف كرت معين منهم أوكي؟ طيب فتطلب منكم كل ستوب عندك هذا هو مش نفس الشيء اوكي هسا الكروت كلها بدي احاول الخبطها بالشد كلها طريقه معينه تمام الكروت وين صفر بعرف انا وين بس بدنا نشوف كرتك اول كرت رح يطلع لنا اول كرت ثاني كرت كيف بدنا نطلعه ثاني كرت الكرت الثالث راح اخليها على البروجيكتر طلع على البروجيكتر راح الكرت الثالث اسوي فيه زي هيك راح يطلع لنا الكرت الثالث اوكي الكرت الرابع راح اطلع بطريقه معينه راح اطول عندي اسبستوني واسنك تمام عندنا كرتين هون الكرتين هذول راح يطلعوا لي الكرت الرابع راح نشوف هو راح يطلع ولا لا هسا اذا انا شلت قصين من الشده كم اصل ضرب الشده؟ اثنين ثانيات يعني اصل بستوني والسنك طلع عليهم من بعيد طلع عليهم من بعيد صفى بينهم كرت مثل ما انتم شايفين راح نشيل الكرت هذا ونفتحه راح يطلع الكرت الرابع تبع معايا على هالحركة هي جت قوية نوعا ما
هلا بدي افرض انه اسيل سوت عندها بارتي بالبيت، عزمت اصحابها بالمستقبل انه كل واحد يتزوج اولاد، اوكي؟ اجوا على الحفله هاي اربع زلام، تمام؟ اجوا اربع زلام، اجوا طبعا معهم نسوانهم، كل زلمه اجت مع مرته. تابعوا منيح وركزوا على هاي الحركه. كل مره اجى معها ابنها، واحد اثنين ثلاث أربعة، وكل ولد اجى معها حارس خاص فيه. تمام؟ شايفين كلكم؟ فيها خفة ايد هاي اللي انا سويته؟ ما في اي شيء. خلصت الحفله، كل واحد جمع اولاده، نسوان وين ركبوا؟ السياره. ركبوا الباص قدامنا. تمام؟ هلا هم بالطريق صار معهم حادث. كل كرت ما توقعش ولد من الحارس، بس انا شوف شو حسوي، راح نسوي الحادث، راح المستشفى، حجزوا اربع غرف، نشوف مع بعض، واحد اثنين ثلاث اربعة، شو بتتوقعوا هيك صار؟ اربع بلد. نشوف لما تفتح هون راح تلاقي اربع كسوس. تفتح هون راح تلاقي اربع شيوخ، تفتح هون راح تلاقي اربع بنات، تفتح هون تمام. نعطيكم واحدة أخيرة، نختم بواحدة أخيرة. خلص آخر واحدة من هي، أوكي. اوكي هلا اربع كسوس حاضرين ترتيبهم، شو رتبناهم؟ مش حاضرين، نشوف مع بعض. كبه، بستوني، ديناري، وسنك، تمام؟ نشوف كمان مره، نوزعهم على الطاوله. احكوا معي، سنك، ديناري، كبه، بستوني. هسا حط لكل قص ثلاث كروت. واحد اثنين ثلاث. هسا اول كروت شو حطينا؟ الكسوس. لا انت غلطان، نفتح لنا هون ما راح تلاقي ولا قص. مو طاولة. نفتح الثاني ما راح تلاقي ولا قص. نفتح الثالث ما راح تلاقي ولا قص. بس الكسوس دائما ما بدك ترجعوا عن بعض، رجعوا كل الكسوس خانة واحدة. شكرا لكم. مجد الحسن لعب كفي على سنة.